للنقل المباشر للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال الولد عباس المتواجد حاليا بولاية تلمسان. إذن بمناسبة الاحتفال بالذكرى 29 ليوم الشهيد بولاية تلمسان بمتحف المجاهد للاسيتي، كرم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال الولد عباس مجموعة من عائلة المجاهدين والشهداء. وخلال كلمة ألقاها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال الولد عباس أكد وشدد على ضرورة جلوس كل المضربين على طاولة الحوار. كما يبقى معنا كذلك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لتكريم الشهيد كرزاب إسماعيل، ويتفضل أخواته السيدات كرزابي صالحة وكرزابي زاهية لتسلم الدرع. مير كذلك يصعد معنا إلى المنصة لتكريم السيد مير محمد. عائلة كرزابي إسماعيل أخواته السادة كرزابي.